أحكام الجنايات طنطا ومحافظة الغربية بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية أسوان بالسجن 3 سنوات في القضية المتهم فيها والمعروفة بضحية التذكرة. كانت المحكمة قد انعقدت في جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسار القطار وضباط المباحث مجرياً للتحريات واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم حيث أن المجني عليهما كان يسعيان للرزق الحلال، واستقل القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة، فقام بالوقوف بين عربات القطار، وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية. واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر ومحمد خميس السيد راكبا القطار وقت الحادث، وقرر قيام المتهم والمجني عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهد المجني علي الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثواني قليلة قفز صديقه الثاني ولقى مصرعه في الحال، كما جاء في أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا والمقدم علي أبو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة وفقا للتحريات التي أجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السرية. كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسار القطار، فقال أنا شفت المجني عليهم بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفر القطار وقال لهم إن التذكرة ب70 جنيه من طنطا للقاهرة، فقال المجني عليهم للسفري لما رئيس القطر يجي هنتكلم معي، ورحت أشتغل في العربية يعني أكمل شغلي. من ناحية أخرى طلبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث، كما طالب دفاع المجني عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد وتعويض بالحق المدني 1,000,000 جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسؤولين عن الحقوق المدنية. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة ومعلومة.